بالنسبه للمحل هو كاين في القيصريات غاليري اللي اون فاس مع باركين حمادي. هذا هو باركين حمادي شارع الجزائر. وهذه هي القيصريه اللي فيها المحل ديال لي شال والفولار. يا هذه كتجيو على اليمين هو هذا المحل. المحل هو هذا. وكاينين عنده حتى لي كاف من بعد نشوفوهم. السلام عليكم. يعني اشكال وانواع ديال لي شيلان لي شال لي شيلان لي شال لي شال والفولارات. من بعد غادي يعني نوريكم اولا نقربوا الصوره ديال البعض منهم. عندو لي فولار ولي شال اللي كنتو طلبتو ليا ديال الماركات. يعني كاين كلشي كتلقاوه ان شاء الله. الاسم ديال المحل هو شهرزاد. نكملوا الدوره الاولى اللي غادي الدوره الشرفيه ديك الساعه نشوفوهم يعني عن قرب. السلام عليكم. السلام عليكم كاملين ومرحبا بكم. اخيرا اخيرا غنعمل لكم فيديو ديال الشيلان اللي طلبتوه بزاف. شيلان والفولارات ماركه وان شاء الله يكونوا بثمن مناسب. اليوم حنايا كما شفتوا معايا حنايا في محل شهر زاد وان شاء الله غادي يعجبكم الشيلان وان شاء الله يكونوا الاثمنه مناسبه. يلا خليكم معايا حتى الاخر. اول حاجه ان شاء الله غنبداو بها هي الشيلان اللي كنتو شفتوني عندهم وسقسيتوني عليهم بزاف. شيلان بالماركه اللي هما هادو. وي ما نقولش الماركات لان الا قلتهم راكم عارفين ما بقاش نقولهم. كنت كنقولهم الناس قالوا لي ما تبقاش تذكري الماركات ماشي مزيان. فهما هادو باينين. ساعة غادي نقرب الكاميرا باش يبان لكم. هادو الاثمنه ديالهم شحال كيبقى؟ هادوك 100 درهم. اذا هادو 100 درهم الماتيير باش مصاوبه. غنجيب شي واحد غير واحد ونوريهم. اذا هادو د الخيط ها همايا. الماركه ديالهم راها باينه نقرب لكم. هذا جا فيه القهوي والكريمه. كتلبس على دو فاس؟ كتلبس على دو فاس يعني تلبس يا اما على هذا الفاس اللي مغلوق او لا على هذا الفاس اللي هو يعني مبرد جا فاتح. اذا كاين هذا كاين هذا البيج ديالو كاين الابيض كاين هذا البوتشي كيجي في القهوي. هذا كيجي القهوي وهذا كيجي سومارينو يعني بالمارين والداخل ديالو كيجي مغلوق. Yeah.
هذا كلهم نفس الثمن. لا انا اللي عندي ماشي بحال هذا، هذا جا فيه الكريم مفتوح والكريم مغلوق. مغلوق يعني فاس فيها الكريم مغلوق وفاس فيها الكريم مفتوح هو اللي غالي. هادو كيتلبسوا حتى في الكتف اذا بغيتي دابا ماشي يعني هيدا بحال هكا بحال هيدا حطها في الشيلان كيجيو مزيون. انا عندي بالسومارينو واش ما كاينش فيهم الالوان موجود الالوان كاين الالوان شنو الالوان اللي كيجيو فيه؟ كيجي السومارينو بلو ماري والكحل بلو ماري والكحل الابيض ديالو الوان على حسب الشكلات بحال دو زويتون الوانات ديالها ماشي هما تشانيل. هذاك اغلبيه كيجي فيه قهوي وبلون كاسي حيت هما الالوان ديالو يعني ديال هذيك لاباك ديال لاباك ديالو. حاليا هيدا كيجيو في الخيط كيجيو في الخيط اذا هذا الكلام كيجيو فيهم العكس ديالو. دابا نوريو غير هادو د الخيط اللي ما كيجيوش هنا مكتوبه لي ماتيير اللي فيهم. لا ماشي على الاسم على لي ماتيير باش مخدومين الخيط كيجيو هما د الخيط اذا هادو د الخيط شتويين هادو سخيخنين شتويين. كاينه حتى هاد لا مارك هادي حتى هي معروفه كاين الالوان ديالها هادو شويه شفافين لكن هادو اللي شويه شغلاطين شويه شغلاطين وكاينين هادو اللي خفافين عليهم ولكن حتى هما شتويين يعني حتى هما ديال فصل الشتاء عمليا. كاين هاد اللون هاد السومارينو كاين هذا الكرونا يعني كاين اللون اللي هو ديال لامارك اللي هو القهوي والبيض وعاد كاينين داخلين معاه الالوان يعني هذا داخل مع السومارين هذا داخل مع الكحل هذا داخل مع الكرونا كيختار مثلا واحد جوج الالوان في اللبسه ولا هذا. كاين حتى هذا هذا كاين حتى هذا تا هو هي المهم هادو كاملين بالماركه اللي عنده ولا هذا كيواتي واحد حاجه جوج مع اللبسه اللي كيعجب الاوني على حسب كل واحد اللي غلاضين صافي هادو هما اللي عندكم غلاضين هيداك وكاين هادو بحال هادوما حتى هما هذا غليظ على الراس هذا كنظن غير كيجي غير في الكتف غير هكا هو كيتلبس على جوج جهات فيه هذا كيجي فيهم لي مارك ديالو تفيندي شانيل زويتون بقى شي قر نبينوا لهم لا مارك وصافي ها هي لا مارك ديالهم كاين هذا كاين هذا مكتوب فيه اف فين دي زيون هذا كتجي فيها الكحال فيها هادو شحال كيعملوا الثمن؟ هادو 250 درهم ولكن شي حاجه زوينه فيهم الثمن مزيان وفيهم الثمن مزيان. داكشي اللي قالوا لي المتتبعات قال لي في مدن اخرى عندهم غالي لانهم جوده ديالهم مزيانه الثوب ديالهم مزيان الثوب ديالهم زوين سونسيبل كيجي بزاف مرتاح فيهم هذا فيه لي مارك كاملين يعني هاد الغليظ هذا اللي كيجي على الكتف كيجي فيه لي مارك كاملين والالوان كاملين يعني فيه هذا اللون هذا وفيه هذا اللون اللي هو يعني لون واحد زوج الالوان ديغرا لون فونسي ديغرادي يعني قلنا هادو كيبقاو 250 درهم ان شاء الله يكون فيهم الثمن مزيان ان شاء الله تعوض الثمن ضروري. المهم اللي بغى غادي نخلي الرقم ديال السيد باش هو يتواصل معكم اللي بغى غادي يصور ليه يعني يصور ليه الشال اولا الفورلار اللي بغى ويتواصل معاه وديك الساعه ان شاء الله نعملوا لا ليفريزون يعني في جميع المدن اللي بغى شي حاجه سواء بالتقسيط اولا بالجمله ان شاء الله والثمن ديال الجمله غيكون هو الكليا ان شاء الله غيكون عم مرتاح ان شاء الله ان شاء الله الثمن ديال الجمله يكون طايح على الثمن ديال ضروري ان شاء الله. وهادو اللي لي مارك فيهم الحرير فيهم ها هما بالنسبه لهادوما انا ندور هادي الكاميرا هنا كيجيو هادو ديال الحرير هادو كيجيو فيهم الوانات فيهم شكالات هذا حرير زواقه ما فيهش شي مارك لا شانيل هذا شانيل ها هي ها هي هنايا كبيره هي كلاس واحد ها هي حتى هنا لا مارك ها هي الطبعة ديالها يعني السين ديالها هادو هما كيجيو مخلطين بزاف فيهم الوانات بزاف فيهم الشكالات بزاف كاين هذا كاين هذا ها هنايا هادو مارك كاين هذا انتم غير بحال كبغي ما تدفعوش باش ما نخسروش لك يا مرحبا بهم كاين هذا هادو د الحرير وهادو د الحرير شحال كيبقى الثمن ديالهم 160 درهم 160 درهم 160 درهم ان شاء الله 160 درهم
فيهم اللوانات وفيهم الكولوريس. يعني كاينين لي مارك وكاينين لي موردين، يعني اللي فيهم غير بحال هاد النافذة هازوية. كاين هو حتى هذا اللون، فيهم بزاف تشكيلات، كاين الوانات هنايا الكاميرا وغادي ندوز لكم عليهم كاملين باش تشوفوهم. فيهم تشكيلات بحال هادو، شوفوا هنا كاين حتى هذا وهي من الزواقات، راه كاينين بزاف انواع واشكال والوان. كاينين د الماركه اللي معروفين، يعني الماركات اللي عالميه كاين شي ربعه الماركات كنظن، وعاد كاين اللي بحال هكا اللي غير موردين هي الزواق اللي كتكون السيل ديالهم اللي كيتمشى هذيك اف عندك هذاك ديال اف د الحرير. هادو د الحرير، يعني شي حاجه مزيونه جديد بالنسبه للسيد هذا الاخري. ها لا مارك ديالو، لا مارك ديالو. اه هذا هذا اخر دابا ما ما كاين، اللي كيجي فيه الكري بالكحل وفيه هاد اللون في الصيف، فيه الكحل عاود، فيه كيجي لي باللوانات بحال بالنسبه لهاد الطوكه هادي اللي كنتي تشتي، حتى هما كيجيو بحال هيدا، فيهم اللوانات كولوريس كيجيو ديك اف بالوان كلهم 160 درهم. ان شاء الله ممكن تنام مزيان فيهم ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للثمن ديال غيكون سبيسيال ان شاء الله ضروري. كما قلنا فالاشكال كثيره والالوان كثيره. لي مارك هما كيبانوا لكم، وكما قلنا جميع لي مارك فيهم فيهم الالوان ديالهم، يعني فيهم عده الوان. هادو كلهم ديال الحرير 160 درهم. كاين فولارات وكاين كاين لي فولار وكاين لي شال. هذا ديال اف، ها هو كاين هذا اللون بالنسبه لهاد الشال. هادو كاملين ديال الشال. اها كاين فولار ماركا، كاين على حسب، كاين واحد 60 بحال هذا. هادو لي فولار حتى هما يا شويه كوارين شويه وحتى هما لاصوا ياك. اه لاصوا، الخياطه كتجي باليد، ما كتجيش زيكزاك على اليد ديال الماكينه، يعني كتجي مدفونه. آه كتجي مدفونه. ان نقربوا الخياطه يعني ما كيجيش غير هذاك السورجي، لا كتجي خياطة مدفونة. فيهم اللوانات، فيهم الكحال، فيهم بلوماري، فيهم بحال بالنسبة لهاد اللون هذا اللي هنايا، هذا هو لون آخر، يعني نفس الزواقة في لون آخر. بالنسبة للجلابة حسبية ولا شي حاجة، ولا بغيتي تدخل عليها اللوانات ولا شي حاجة، كاين فين تلعب في اللوانات. وهذا بالنسبة للكحال ديالها، هو كاين الكحل كيجي فيه زواقات، فيه هاد الزواقه هادي وزواقه واحده اخرى عاود بحال هاديك، وبلون كاسي ديالها، المهم جميع الوانات كيجيو فيهم. بالنسبه لهادي عاود يعني فولار واحد فيه بزاف الالوان، يعني اللبسه تقدر تلبس اي لون اللي كاين تما. اها بالنسبه كاين مارك بحال هيدا عندنا، عاود كاين هاد الستيل بحال هادا لي كتشوف، هادي زوينة. هاد هادي كتجي فيها شي ربعة ولا خمسة د الوانات، فيها الكحل ديالها، فيها هادي نفس الثمن دائما. هادي 200 درهم. اه هادي 200 درهم. إذا هادي 200 درهم كيجيو فيها الألوان ديالها، فيها الغوز، فيها الغوز، فيها الكحل، فيها البيج كيجي بيج، فيها هاد اللون بحال هادا لي كتشوفو قدامكم. ها هو فولار لا شال، لي شال هذا، لي شال تاهو مارك اخرى غير باين باش ما نبقاوش نفتحوا ليك المحنوك. ماشي مشكل، يجي السيل هذا. هذا زوين، هذا فيه الالوان، هذا فيه الالوانات كيجي هيدا. شنو هما الالوان اللي فيه؟ كيجي في بلوماري، وكيجي هذا الكريب الكحال، وكيجي فيه تلباج، المهم جميع الالوانات ديالو، جميع الالوانات كاينين. شحال الثمن هذا؟ هادو 160. وها هما لي فولار اللي كيجيو يعني مزوقين.
نسبة للستيلات بحال هادوما هادو كيجيو الحجم ديالهم ناقص عليهم على هادو اللي شفتو هنايا هادو كيجيو ناقصين في الحجم ديالهم هادو فيهم الوانات حتى هما كيجي فيهم زرق ملكي فيهم هذا اللون هذا فيهم البيج فيهم الكحل كيجي فيهم حنا كنقولوا سيري يعني فيها جميع الالوان ديالهم اها زوينين المهم الاشكال راه كثيره كيكونوا عندك لي فوتو يعني باش لا تواصلوا معاك الناس تسرد لهم لي فوتو كيكونوا عندك واجدين في الواتساب يعني اللي بغى شي حاجه غادي يتواصل معاه غيقول له مثلا انا بغيت هاد الماركه كذا كذا هو غيصيفط ليه الالوان ديالها كاملين سواء في الشال سواء في الفولار مثلا بغيت في الفولار اللي مزوقين كما هادو غيصيفط لكم الالوان كاملين والزواقات اللي فيهم كاملين هادوك شويه جاوا ما فيهمش الزواقه ما جاوش زواقه كبيره هذاك الشيء بغيت نقول لك يعني زواقه فينو كنقولوا له حنا مرزنا اييه زواقه اللي فيها الكحل ديالها فيها العكس هذا فيها كحل فيها العكس ديال هذا اللون هذا فيها بزاف الالوان ها هما هي الالوان ديالها فيها السومو فيها السومو فيها هذا اللون هذا البيج فيهم ستيلات بزاف فولار فيه اشكال والوان جميع الاشكال والوانات مزيونين وحتى الثمن الصراحه معقول مقارنه يعني مع بلايص اخرين راه الثمن معقول المهم ثم كيبقى لكم الاختيار وكتبقى لكم المقارنه ديال هاد الثمن والثمن اللي كاين في المدينه ديالكم الا جاكم هاد الثمن رخيص طبعا حنا مستعدين اننا نعملوا لكم لا ليفريزون حتى لداركم كاينين هادو غلاضين شال غلاض اللي شال هادو كيجي السيل ديالهم هادو بالنسبه للحضور ولا هذا السيل ديالهم كيجي مزيون بزاف كاين ناس اللي كتعجب مثلا جوج دلوانات ثلاثه دلوانات في الحاجه ولا كيعجب الاوني نفس الناحيه الحضور ولا شي حاجه تختار واحد الحاجه اللي هي وعليكم السلام وهذا شحال كيبقى الثمن ديالو هذا 100 درهم هذا 100 يعني 100 درهم 100 درهم فيه الثمن مزيان الثمن مزيان ديالو التثوب ديالو متاع التثوب ديالو نقيسو التثوب ديالو لكن وطايح يعني ماشي شي حاجه اللي واقفه شحال ديك السبنيه حنا 100 هذا الحرير هادو سبنيات د لا مارك د الحرير فيهم هيدا بهاد الشكيلات هيدا كيجي الحجم ديالهم صغير ولكن د لاسوا هيدا كاينين العاديين ديالهم كيجيو ديال البوليستر ولكن كيبقى الحرير هو الحرير هو الاحسن هادو الثمن ديالهم هادو 250 درهم 250 درهم فيهم لي مارك كاملين نفس هاد الزواقه نفس هاد السيل بحال هذا فيهم الكحل الكرونه لا نفس يعني هاد الماركه فيها الالوان او لكن لي مارك اخرين مثلا بحال السيل كيجي مثلا هيدا فيه الوانات ديالو وفيه الوانات اخرين مشكلات اخرين كاين حاجه كاينه دوريجين كاين كليرو فونسي كاين اكير كاين بزاف يعني كاين جميع لي مارك حتى هو ستيل بحال هذا هادي الكليرو فونسي كتجي دوريجين دوريجين هادي شحال الثمن ديالها هادي 400 درهم وفيهم ثمن بروموسيون كيجيو هكذا في هذا اللون هذا في تركوا في هاد الشكالات بحال هكذا الزواقة بحال هكذا كلهم 400 درهم طابلو طابلو نيت طابلو فيهم شكالات هما فيهم هادو هما الشكالات ديالهم فيهم هما الوانات وشكالات كاين كليان كتعجبو السبنية تكون صغيرة الحجم بحال هذا فيهم ديك الوانات اللي رافينا فين ديك السيكان اللي رافينا فوق حتى هادو الوان ديالهم حتى هادوك الالوان ديالهم فيه ديك لوماني برون كاسي فيه خالطين فيه تركوا فيه غوز لوماني يعني جميع الالوان كاينه هادو شيلان منبتين يعني لي شال القطن منبتين بالنسبه للحضور بالنسبه للحضور هذا شحال الثمن ديالهم 160 درهم
كيجيو مزيونين ان شاء الله. وهالالوان ديالهم نشوفوا الحجم ديالو بصح نورمال بحال الشعر عادي، كيجي منبت من واحد الطرف يعني من واحد الجهه هاد البارتي هادي. فيه الوانات الالوان ايه فيه الالوان مامي في هذا كاين كاين الشكلات بحال هادو ما كيجيو القطن وما كيجيو واقفين شويه على حسب الكليان كل واحد كيفاش. هذا لاصوا هذا قطن هذا قطن هذا قطن لاصوا كيجيو بحال هاد الشكلات بحال هادوما هادو هما اللي انواع واشكال فيهم هادو ممكن داخل الوانات ديالو ان شاء الله بالنسبة للكليان على حسب كاين الانسان اللي كتقول لك كيعجبو ما كتزهقش كيزهقش ليه الشعر كاين انسان في الحاجه واقفه شي على حسب الكليان. البلون كاسي الكحل والبلون كاسي الغوز لو ماري شيبي هادو ديال الحضور الحضور هذا الثمن ديالو هادو 250 درهم 250 درهم فيه الثمن مزيان ان شاء الله. الكحل ديالو الكحل ديالو كيجي واعر طوب الكحل ديالو واعر بالنسبه للحضور ما بقاش لكم نتوما الكحل ديالو واقيلا كاين يجي واعر بزاف لا لا زوين زوين العكس ديالو اخر كيجي الكحل كيجي فواحد مسلم كيجي ما كديش كتجي فيه زواق غير وحده وحده في كل جنب كيجي في القصه انا كيجي ايني حسب يعني الوسط كيكون ايني وفي الجناب كيكون هادشي هذا سمو مغلق فونسي هذا مفتوح عليه هذا في الشيبي كاين عاود مغلق ديالو كاين الغوزة هو والكحل وكاين الكحل كاين الكحل فيهم هادو حتى هما د الحضور هالالوان مزيان في الكرونه ديالو هادو شحال كيطلبوا فيهم 300 درهم اسمها شرقيه هادو ما كيجي فيهم الحجيرات كيجيو تسواروسكي كيجيو هنا ما كيتقشروا ما والو يعني شي حاجه شي حاجه مضمونه وصب نورد مزيان التيكي ديالو كلشي ديالو شرقيه شرقيه هاي مكتوب فيهم الكرونه كيجيو منبتين مزيونين كاين اللي كتجي فيهم الشرقيه مكتوبه بالعربيه كاين هيدا كيجي السيل ديالو بهيدا اياه كاين واحد السيل عاو كيجي القطن هما كيجيو مرتاحين بزاف وهادو ديال هذا مسلم هذا مسلم مسلم زوين اخرين كيجيو مرتاحين بزاف. بالنسبه للحسبي بالنسبه للحسبي كاين هنا جوج الانواع كاين نوع ديال الحرير كيجي هذا لاصوا وكاين نوع اخر اللي كيجي القطن فيتين كنقولوا له حنايا هذا كيجي شويه كيجي واقف ومرتاح والاثمنه مختلفين طبعا هذا شحال كيجي الثمن ديالو كاين 100 درهم هذا 100 درهم هذا القطن القطن هذو فولار فولار كيجي فولار كيجي كبار كيجي الحجم ديالو ما هما يوم عامين فيهم كليرو فرونسي كيجيو فيهم جوج انواع بالنسبه للقطن حتى هو كيجي مرتاح هذا قطن هذا قطن واللي عند الاخ بلال ديال لاسوا ديال الحرير هذا قطن هذاك قطن حتى هو زعما حتى هو سوبر كيجي قطن حرير قطن حرير كبار ومرتاحين بزاف بالنسبه للحضور شنو النصيحه اللي تعطينا باش يبقى لاني انايا كنت ملي كيكون عندي بحال هادو حس بلي هكا ثلاثه كيتكمشوا لا ماشي كيتكمشوا كيبهاتوا كيبهاتوا ولكن كنصبنهم بالمسحوق العادي لا ما خصنيش نصبنهم من بعد عاد عرفت اني خاصني صابون شويه هيدا عادي شنو الصابون صابون شامبون باش كيخلي يبقى حاجه سونسيل ما كتبقاش كيبقى فيهم هاد البريو الا استعملتي لا الحرير هو اللي كيجي فيه البريو بزاف الحرير الحرير اما القطن العكس ديالو كيجي شويه بالنسبه للفرق بين ارمينو كليرو فونسي كليرو فونسي هي اللي كتجي فيها ديك الحرير ديال البريو ديالها لا مارك هادي كليرو نجي تشوف الفرق ديالو كاين واحد شويه ديال الفرق بيناتهم بين بحال اللي كنهضرنا على بالنسبه للبريو هذا حرير هذاك حتى هذاك قطن ولكن لا مارك لا مارك مختلفه هذا هذا فيه البريو على هذا ياك هادشي اللي بغيتي تقول هذا فيه البريو على هذا مختلف غير في لا مارك اما هما لا ماتيير جوجهم بحال 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 وهذا لاسوا كيجي بريو كيجي بريو اكثر بالنسبه للحضور ولا هذا كاين اللي مثلا عند اللبسه عامره بزاف ولا هذا كيختار مثلا لون واحد حسبي حسبي الاغلبيه الماري خاصه
كيجيو بحال هذا الشكل بحال هذو ما كيجيو منبتين بالحجيرات كيجيو فيهم شانيل فيهم ليزيتون على حسب كتبه فيهم شي كتجي مكتوبه فيهم تما شي بهاد لي زسطاس هاد برافو بحال هذا الشكل بحال هذا اذا قلنا باش تحافظوا على لي فولار اللي كيكونوا حرير شامبوين غسلوهم بشامبوين ديروش بحالي انايا خرجت على لي فولار كاين كيجيو بحال هيدا اخترتي مثلا ديك التنبوت على حسب الزواقه اللي بغيتي يعني كتجي بحال هكا هذه هي اللي كتجي واش كتجي فوق كتجي الفوق برافو زين اختار من عند الزواقه يعني اللي بغيتي واش شانيل واش فيندي واش هذا والتنبوت واش كيجي داك الشيء هادو شحال كيعملوا هادوك 180 درهم هادو 180 فيهم الثمن مزيان ان شاء الله ان شاء الله يعمل معكم الثمن ضروري راح تكليني اهم حاجه ان شاء الله ان شاء الله يكونوا الكليان ديالك دائما ان شاء الله يكون تواصل دائما ما تردوش انك تتواصلوا معاه لان الاسئله ان شاء الله تكون جد مناسبه ان شاء الله يا رب تو هنا نقولوا لهم بسلامة عليكم شكرا ومرحبا بكم معنا في محل شهرزاد اي ساعه قيصريه غاليريا اون فاس بغات باركيد حمادي هنايا كنتواجدوا فيها هنايا حاليا مرحبا بكم كنشكركم بزاف مرحبا بكم في اي ساعه وشكرا على الزياره ديالكم ومرحبا بكم مره اخرى شكرا يلا هنا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر سلام